تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. ما الذي يجري في تركيا؟ 1-5 نجوم في انقلاب تركيا. انقلاب تركيا الفاشل ظهر فيه 5 نجوم هم أبرز نجوم هذا الانقلاب. أول نجم العقيد محرم كوسة. طبعا النكت ما انتهتش أول ما لقوا إن قائد الانقلاب اسمه كوسة، لكن في طبعا وزير خارجية عربي سابق من عيلة كوسة برضو اللي هو موسى كوسة، اللي كان وزير خارجية ليبيا واللي كان مؤتمن على أسرار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. ورغم إن الاسم مش جديد إلا إن كلمة كوسة خلت محرم كوسة مشهور جدا، لكن برضو متبهدل جدا في وسائل الاتصال الاجتماعي. إنما هيظل محرم كوسة العقيد اللي هو مستشار رئيس الأركان، اللي اسمه أصبح الاسم الأشهر في محاورات الانقلاب، واحد من أشهر النجوم على الساحة الدولية. 2 خلوصي أكار. خلوصي هو رئيس الأركان اللي يعتبر من نجوم هذا الانقلاب، لكنه نجم لم يظهر نتيجة من أول لحظة الكل يبص رئيس الأركان فين. رئيس الأركان محاصر، رئيس الأركان معتقل، رئيس الأركان اتقتل، رئيس الأركان ما اتقتلش، رئيس الأركان تم تحريره، رئيس الأركان مصاب. فأصبح هو نجم الأحداث رئيس الأركان خلوصي أكار. خلوصي أكار كلية حربية، وبعد كده اشتغل ضابط مخابرات في النيتو، كان قائد قوات تركية في البوسنة والهرسك في حرب البوسنة، وبعد كده بقى قائد القوات البرية، وأردوغان اختاره لاحقا وعينه رئيسا لأركان القوات المسلحة التركية. الجنرال خلوصي أكار هو النجم الثاني من 5 نجوم لهذا الانقلاب. 3 مذيعة الانقلاب، دي أشهر مذيعة في العالم بالزي الأزرق الشهير اللي ظهرت بيه وهي بتعلن الانقلاب، وهي كمان بتعلن بعد كده فشل الانقلاب. هي ارتنكت مسلوبة الإدارة الإرادة، وهي كانت في قناة تي آر تي الرسمية الحكومية، وتم احتجازها، قالت إن تم احتجازها نص ساعة، وبعد كده ألقت البيان بتاع الانقلاب، وبعد كده لما تم تحرير القناة طلعت وقالت عكس البيان. هي دلوقتي أشهر مذيعة في العالم، وهي واحدة من 5 نجوم في انقلاب تركيا. 4 شركة أبل. شركة أبل نتيجة الآيفون والمكالمة الشهيرة جدا فيس تايم اللي عملها الرئيس أردوغان، ولولا هذه المكالمة رغم أنها مكالمة موبايل كان ممكن مسار الانقلاب يكون مسار آخر. علشان كده كتير كتبوا على مواقع التواصل أن أبل تنتصر على الانقلاب. فرصة طبعا لآيفون 6S ولأنواع كتيرة جدا متقدمة أن هي تبني شهرة كبيرة على أن هذا الموبايل وهذا التطبيق اللي هو فيس تايم أدى إلى إنقاذ الرئيس أردوغان. 5 وأخيرا زوج ابنة أردوغان. صور نشرتها مواقع كتيرة جدا منها روسيا اليوم، الصور ديت لجوز بنت أردوغان صهر أردوغان، وهو قريب منه جدا اللي حواليه الدايرة الحمراء اللي موجود على الصورة. بيرات البراق، بيرات اللي هو موجود في الصورة ده زوج إسراء أردوغان، إسراء رجب طيب أردوغان هي زوجة بيرات اللي هو ظهر طول الوقت مع الرئيس أردوغان في الأزمة. كان صحفي أصبح وزير، حاليا وزير الطاقة، مقرب جدا جدا، موضع ثقة من أردوغان. كل شوية تلاقي بيرات بيميل على حماه رجب طيب أردوغان ويقول له كلام في أذنه بيسمعه أردوغان على الفور. دول أشهر 5 نجوم في هذا الانقلاب.